كله بيطير من تلك. بابا بابا انزياحو تعاون معنا صاحبي تعاون معنا. هاك نبدلو الكليكوز تعاون معانا راه اول مره اشتري. واش ما صيفطوش معاك الكاتالوج ديالك؟ جيب الكوز يا هاي باش نبدلو. انت غتحل الجهه وانا نحل الجهه. انا الحل نحيدو وتمسح. انا نحيدو وتمسح. لا خليني من هنا بعد صافي صافي يلا يلا مسكين راه لصقت عليا. واش نهزو لك؟ لا لا خليك. واه بالك الله واش كلمة شي جوج اول مره يتزاد عندهم وليد ولا بنيه. اكتبوا لنا في الكومنتيرات كيفاش كانت التجربه هذه. خصوصا الناس اللي زعما ما قريتش شي واحد كبير. حياتي كتهضر بشويه حتى ما فاتش ما يفيق. كنقولوا لهم كنكلموا بشويه. قلت لهم خصوصا الناس اللي في الغربه بعد الناس اللي في الغربه واللي ما حداهمش والديهم ما حداهمش يعني شي واحد كبير في العائله اللي عنده تجربه. هادشي بزاف وحق الله الله يكون في عوانه وصافي. حنا ما كاينينش في الغربه حنا غير هنا بقينا مضاربين مع الكوتشه. ما بغاش تركب معاه وكيبقى يدير برجلي بحال هكا وانا ندور عليه ساك بوبيل وسقوطش مزيانه. لا واخا هكاك انا كنت زعيمك من اللول. اش كنتي؟ زعما زعمت زعيمة زعمت من اللول عويت على راسي. اي والله عاوني عندك ماماك شوية شوية. المهم صافي غير نهار اللول من بعد صافي وليت انا اللي كنداوي ولاو كلشي كيمشي للطوح ولا بوحدو. انا اللي كنبدل لي انا مو مبقيتش خايفه ولكن كنت بحال هذيك في الاول. في الاول كتكون تشدر ما تقدرش تشد تخاف تيبان لك بحال شي رهيف
كتقولي لي شديتو غادي نهرسو الله. شوفوا نصيحة لكاين البنات اللي ان شاء الله غادي يولدوا، وخصوصا الا كنتو غربوا حيتكم زعما قرا لكم حتى شي حد، غير زعموا لانكم نتوما في الاخر نتوما غتبقاو ورا في الاخر غتزعم. يعني غير ما تخليوش ما تعولوش مثلا على واحد شخص معاكم في الدار مثلا ماماك او اختك او لا، ما تعولوش عليه لانه غدر بغدر غادي يمشي. داكشي اللي وقع لي انا دابا يعني ولكن حياة بالاول كانت تيجيها صعيب تعومه، دابا صافي ولات تشدو تخشي في السطل تجبدو تخرجو من السطل تنفضو تحطو كنشفو ونعلقو النجم. كيفاش كيدير؟ مسكين دابا ناس خاصني نكمطو، والدكما تبعتها عشان راه كانت بعدا ما كنقدرش نكمطو، وهو حال عيني زعما فايق راه حتى كاين ناس بديتي ناس وهذا ما كيتفاكش والله ما تشدو باصر نعنزل. مهم نتمنوا هذا الفيديو يجيكم خفيف طريف، مرحبا بالناس الجداد وشكرا بزاف على لي كومونتير تقريبا راه كنقراوهم كاملين، شكرا لكم بزاف. شكرا لكاع الناس داخل المغرب وخارج المغرب صراحه اللي كيخليو لي التعليق ديالهم، كاين اللي عايشه برا كتقول لي حتى انا يلا ولات حتى انا ما كاينش اللي غادي يعاوني ما كاينش. الله معاكم وان شاء الله كلشي كلشي غادي يدوز بخير وعلى خير. شكرا للناس الجزائر بزاف بزاف والمغاربه اللي عايشين على برا. المهم حاولوا نديروا هذا الفيديو حاولوا نديروا هذا الفيديو لي شويه باش ما نغبروش، واخا ما كاينش الوقت وهو عاس علينا دابا نزيدوا الصوت يفيق. والله اصلا قبيله كنا غادي نصور بلا بي ويفيق قلنا اجي واجي تصور. قلت لكم حاولوا نديروا هذا الفيديو يعني شويه فيه بحال كنبدل شويه فيه شويه الضحك معاناه ولكن عايزينها لي صراحة اللي كيعانيو بزاف لي كوب لي يلا بعد دابا راه غير بدي شي من بعد تقولي تبدلي لي لي كوش في السما باقي مساكن باقي شنو فيها دارا اخي بيه فايق انت لا تنعس ماشي اختي طفل السلام عليكم.